وناخد نظرة على التدريبات ونستقبل زميلنا كريم أحمد موجود في النادي الأهلي في الجزيرة يطمننا على المرحلة الأولى من استعداد الأهلي للموسم الجديد قبل ما نروح للمرحلة الثانية إن شاء الله اللي هنتابعها معاكم من النمسا. الأهلي مفترض يكون عنده مباراتين وديتين في هيلعبهم في النمسا أثناء فترة الاستعداد للموسم الجديد. خلينا نستقبل كريم. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكابتن عمرو الحديدي، والشكر والتحيه موصولين ايضا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب دخلنا في الجد سريع سريع. النهارده كنت لسه بتكلم قبل ما استقبل كابتن عمرو الحديدي على تحديد الاتحاد الافريقي لموعد مباراه السوبر بين الاهلي واتحاد العاصمه اللي هيكون يوم 15. اجنده الى حد كبير متخبطه زي ما كنا بنعاني المواسم السابقه. ابدا معاك من تواجد لاعيبه الفريق النهارده في الميران، الاستعداد للموسم الجديد، شغل الجهاز الفني طبعا اللي كان فيه تغييرات يمكن كابتن خالد بيبو دكتور تامر ابو العنين. عايز اعرف منك الحاله او تنقل لنا الصوره في ملعب مختار التتش دلوقتي يا كريم. يعني طبعا في البدايه بنقول او لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيقولوا على بركه الله ان شاء الله باذن الله، وكلنا بنقول على بركه الله في الموسم الجديد. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موسم مليء بالانتصارات مليء بالانجازات كما عهدناه طبعا لعيب النادي الاهلي. موسم منقضي كان صعب جدا، كان مليء بالضغوطات والصعوبات، لكن الحمد لله لعيبتنا فرحت كل الجماهير. بالنسبه طبعا لحجم المباريات وحجم البطولات اللي مشاركين فيها لعيبتنا تستحق كل التحيه والتقدير، لكن اللي فات انتهى زي ما احنا بنقول، ويمكن زي ما الكابتن محمود الخطيب بيقول رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي فات خلاص القادم هو الاصعب. فان شاء الله باذن الله يكون موسم النادي الاهلي في بدايته وانطلاقته في معسكر فريق النادي الاهلي في النمسا يكون فيه استفاده فنيه كبيره جدا، استفاده بدنيه كبيره، يعني الانسجام بقى محتاجينه، الخبرات الكبيره جدا. مستر كولر يمكن قلنا هذا الامر، الراجل كان عنده يعني صعوبه كبيره جدا في تصحيح الاخطاء في التواجد في بعض التدريبات، الراجل كان بيحاول كل 48 ساعه يأهل لعيبه، لكن في متسع من الوقت. ايضا كمان مباراتين وديتين مهمين جدا ان شاء الله باذن الله هيقف بيهم على الحاله بشكل كامل. لكن انا يمكن عايز اقول نقطه مهمه جدا الحقيقه، يمكن لسه واخد معلومه من رئيس الجهاز الطبي تامر ابو العينين. هنتكلم على اكرم وكريم توفيق، يعني بنقول يعني بشره خير طبعا لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر اكرم وكريم بمشيئه الله ان شاء الله. عقب العوده من معسكر فريق النادي الاهلي في النمسا يكون كريم واكرم جاهزين للمشاركه مع فريق النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، لان يمكن النادي الاهلي فقدهم خلال الفتره اللي فاتت من المباريات والبطولات. ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه كعادتهم مع فريق النادي الاهلي، بجانب طبعا كل الصفقات اللي رجعنا وكل اللعيبه اللي راجعه من الاعاره، رضا سليم ايضا كمان وامام عاشور كريم ندبه صلاح محسن. كل اللعيبه دي ان شاء الله تكون ليها دوافع كبيره معنويات كبيره تحقق ان شاء الله كل البطولات مع فريق النادي الاهلي. يمكن النهارده التدريب الاول بقى بالنسبه للكوره، امبارح طبعا كان في القياسات الخاصه طبعا ببدايه الموسم، بتكون امر مهم جدا، شاقه شويه يعني تستغرق عدد من الساعات، يعني من 8 الصبح حتى الساعه 4 و5 كان عدد من الساعات كبير جدا، لكن نقطه طبيه مهمه جدا بتقدر تقيس عليها خلال الموسم كل الامور الخاصه به، الامور الطبيه، ويمكن اتكلمنا على الهيت ماب قبل كده. كل الامور دي الحقيقه مهمه جدا. النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي بدا في تمام الساعه 6، يعني مش هنقدر نقول تدريب قوي على قد ما هيكون تدريب النهارده في جرعات بسيطه جدا، لان يمكن الفتره كانت كبيره 21 يمكن عدد كبير جدا من الايام، لكن الواضح على لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير جدا في المعسكر. كابتن خالد بيبو اتكلم معاهم، مستر كولر، امور عديده جدا الراجل بيتكلم على اهميه هذا المعسكر ان احنا نكون مركزين فيه. فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي مستمره في التدريب اليوم وغدا ان شاء الله في تمام الساعه 6، على ان يكون صباح يوم الاثنين سفر مباشره الى النمسا. يمكن كان مستر كولر معودنا قبل ما بيكون في اي سفر بيكون في تدريب صباحي، لكن الراجل يمكن عنده متسع من الوقت في تدريبات صباحيه ومسائيه في النمسا، فيكون السفر ان شاء الله يوم الاثنين صباحا. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. على هامش ايضا للتدريب بكل اللعيبه طبعا بقى، يعني سواء خالد عبد الفتاح يعني ان شاء الله يكون جاهز هيشارك في المباريات الوديه، طمنا ايضا كمان من طبيب النادي الاهلي عليه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر متواجد في التدريب، ياسر ابراهيم يمكن هو اللي غاب عن تدريب الامس هيكون متواجد في تدريب الغد. الامور الحمد لله مبشره جدا، يا رب ان شاء الله تكون انطلاقه جيده ومعسكر يعني يستفيد بيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. زميلي احمد، طيب خليني اسالك على ملف الاصابات، لانه كان في كلام على طاهر انه عنده التواء في كحل القدم، كان في كلام على السوليه انه ممكن يبقى عنده شد في العضله الخلفيه، حالتهم ايه بالظبط، وهل هيكونوا جاهزين للحاق بمعسكر الفريق في النمسا ولا لا كريم؟
يعني طاهر متواجد النهارده في التدريب، ان شاء الله يكون متواجد وجاهز للسفر، وزي ما بقول لك يمكن في متسع من الوقت كبير جدا، حتى اللي بيأهل ممكن ان هو يأهل بعض التوقيتات هناك على ان يكون في المباريات الوديه. عمرو السوليه يمكن شارك في جزء بسيط جدا في البدايه ومش هيشارك طبعا في التدريب الجماعي، لكن غدا ان شاء الله موجود. كل اللعيبه الحمد لله جاهزه، يمكن اللي مطمن الواحد ان انت عندك وقت خلال هذا المعسكر ان انت اللي ناقصه اي حاجه هيكملها، طبعا مع الجوانب الفنيه اللي منتظرينها مستر كولر، لكن باكد لك الحمد لله رئيس الجهاز الطبي طبعا الجديد دكتور تامر ابو العنين اكدنا منه على الاصابات، الراجل طمنا بشكل كبير جدا. هو يعني في لعيبه طبعا عندها طبعا الشغف ان هي تلعب، الراجل محجمهم شويه، عارف ان يمكن الامور صعبه، مش عايز يكون في اصابات متكرره، لكن باكد لك كل اللعيبه اللي متواجده في فريق النادي الاهلي هتكون ان شاء الله باذن الله في النمسا. ويمكن كمان النهارده شفنا معتز وزعلوك من طبعا قطاع الناشئين، من الواضح ان مستر كولر ايضا كمان هيتم الاستعانه بيهم في المعسكر. طبعا انت عارف زميلي احمد مباريات وديه الثغرات العديه او الشكل العددي بالنسبه للتدريبات محتاج الراجل يكون معاه عدد من اللاعبين، فان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في النادي الاهلي ان هو يكون في استفاده كبيره جدا، وتكون عودتهم ان شاء الله باذن الله بانطلاقه الموسم بالسوبر، البطوله اللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي منتظرها ان شاء الله. صحيح، واضح كمان الاوزان تمام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده.